ينضم إلينا من كييف الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. سيد عماد، البعض يشبه تدمير سد كاخوفكا بأنه بمثابة قنبلة نووية تمت في وجه أوكرانيا، وهناك تداعيات ربما تعاني منها كييف لعشرات السنوات. تحيات لكم للسادة المشاهدين. بالتأكيد هذا هو التشبيه الواقعي لهذه الكارثة. بداية نحن نتحدث عن فقدان قرابة 18 مليار متر مكعب من المياه، نتكلم عن آلاف البيوت المدمرة أو التي غمرتها المياه، والمباني المدنية والبنى التحتية لأكثر من 80 قرية وبلدة في هذه المنطقة. نتكلم عن المدينة الأبرز في أوكرانيا التي تعتمد بنسبة تزيد عن 70% على الري بالتنقيط، وحتى المدن المجاورة لها مثل مدن دنيبرو وأيضا مدن زاباروجيا وأجزاء من ميكولايف تستفيد من هذه المياه، إضافة إلى تغذية المواطنين في شبه جزيرة القرم. ناهيكم عن ملايين الحيوانات التي ستبدأ يعني النفوق بشكل أو آخر، الأسماك بداية في بعض المناطق والحيوانات التي تم حصارها لفترة طويلة. وإذا هناك فعلا كارثة حقيقية، وربما لا قدر الله إذا استمر الوضع بدون أن يكون هناك تحركات سريعة من المنظمات الدولية المختصة في مواجهة مثل هذه المشاكل تنتشر أوبئة، وهذا سيؤدي أيضا إلى وفيات متعددة بشكل أو آخر. دكتور عماد، أوكرانيا التي تواجه العمليات العسكرية ضد روسيا وتنشغل بهذا الأمر، هناك كارثة أيضا على المستوى الآخر، فكيف يمكن التعامل مع الأزمتين في آن واحد؟ هو حقيقة يعني ما يميز المجتمع الأوكراني أن أوكرانيا كدولة هي دولة مؤسسات، وربما هذا يفسر صمود أوكرانيا طوال هذه الفترة مع دولة كبيرة مثل روسيا. المرافق والإدارات الحكومية والمدنية كل إدارة تعمل ولا ترتبط بأي شيء لإدارة أخرى، بمعنى آخر الجندي في الميدان في المواجهة ورجل الأمن في المدن يعني في إدارة الحواجز وحفظ الأمن الداخلي من السرقات والجرائم وغير ذلك، والطبيب في ميدانه وهكذا. حتى يعني كنا أحيانا نزور بعض المناطق في كييف عندما تقع شظايا صاروخ، فنجد أن شظايا الصاروخ على اليمين وعلى اليسار على بعد أمتار عمال الخدمات البلدية يزرعوا أو يدهنوا الأرصفة وينجملوا المدينة بشكل سلس متواصل. فبالتالي باعتقادي أن أوكرانيا في الجانب العسكري هي لديها يعني فريق متفرغ ومختص ومتابع، ولن ينشغل إلا بأجزاء في مثل هذه المنطقة بإخلاء المدنيين على سبيل المثال أو تأمين الغذاء والمياه لهم ولحين استقرار الأوضاع. لكن هناك خطة الآن وضعت أمس تقريبا بتوجيه من الرئيس الأوكراني لعمل فريق طوارئ خاص يتابع كامل حيثيات وتبعات هذا الأمر داخل المنطقة حتى تقلل الأضرار. نعم، نحن أمام كارثة إنسانية في المقام الأول. نتحدث عن أكثر من 22 ألف مبنى كما قالت سلطات خيرسون بأنها تم تدميرها ولحقتها تدميرات كبيرة، فذلك هناك أزمة إنسانية، لكن أيضا تأثير هذه الأزمة في خيرسون وتدمير السد على المستوى العالمي. هناك أيضا دول كثيرة تعتمد على ما يخرج من هذه المدينة تحديدا من منتجات، لا سيما المنتجات الزراعية. بالتأكيد، بداية مدينة خيرسون تنتج ما لا يقل عن 14% من احتياجات السوق الأوكراني للخضار والفواكه، وهي معروفة المدينة الأولى في إنتاج الفراولة والبطيخ والبندورة، وأيضا هناك مصانع على ضفاف هذا النهر تقوم بالتصنيع الغذائي للمعلبات التي تصدر لكل دول العالم. من ناحية ثانية هناك يعني الخبراء الزراعيين يشيروا أن هذه المنطقة قد تخسر ما قرابته هذا الموسم 3 ملايين طن من الحبوب، وأوكرانيا هي ثاني بلد بعد روسيا في صدارة تصدير الحبوب إلى العالم. هذا يعني أن العالم مقبل فعلا على ارتفاع للأسعار بما فيها ذلك أيضا الزيوت، لأن المناطق هذه تعرضت أيضا للإضرار في المساحات التي تزرع فيها
بذور دوار الشمس على سبيل المثال. لذلك حقيقة لابد للدول خاصة مناطق الشرق الأوسط أن تتحسب لارتفاع الأسعار في الوقت القادم، خاصة أيضا أن هناك قد يكون تصعيد يزيد الأزمة إذا كان هناك تصعيد في المواجهات العسكرية كهجوم مضاد أو دفاع أعنف من روسيا، وهكذا نحن أيضا مقبلين على مزيد من تدهور الأمن الغذائي والقومي وأمن السلم العالمي. لكن يبدو أيضا أن ساحة الحرب انتقلت من المناطق العسكرية إلى المناطق الاستراتيجية كالسدود، وهذا أمر ربما مقلق في الأزمة الروسية الأوكرانية. هو في بداية الحرب، بداية ما تسميها روسيا العملية، روسيا دخلت بدباباتها في 24، نحن هنا في الصباح تفاجأنا أنها أصبحت على أعتاب كييف خلال ساعات، وهنا اضطرت أوكرانيا لتدمير بعض الجسور التي ستعيقها وفعلا أعاقت تقدم القوات الروسية. وربما كان بداية العملية كانت روسيا تظن أنها ستسيطر، فلذلك لم تدمر بشكل مباشر المباني المدنية، لكن عندما وجدت أنها عجزت هنا بدأ كل فريق أو كل كتيبة تتموضع في مكان، وبدأت تراشق القذائف من هنا وهناك. وبعد مرور شهر عندما تراجعت القوات الروسية تفاجأنا بحجم الدمار الكبير في العاصمة هنا على سبيل المثال إربين وبوتشي وغوستوميل، وأيضا في مناطق خاركوف وإزيوم في خاركوف على سبيل المثال وغيرها من المناطق. الآن واضح خلال ما بعد الشتاء منذ بداية الربيع لم تستطع القوات الروسية التقدم. نعم هي يعني طالت مواجهاتها في باخمود وأعلنت عدة مرات أنها سيطرت عليها، لكنها لم تنجح في السيطرة، بل على العكس الآن خلال الأسبوع الماضي بدأت هجمات مضادة أوكرانية. باعتقادي كل هذه الحيثيات هي التي ستجعل كل طرف يحاول أن يستخدم أي شيء، وربما ستكون الضريبة أن يستخدم شيء من الموارد البيئية أو الموارد البنية التحتية المدنية التي سيتضرر منها المواطنين وتكون صعوبة أكثر وأكثر عليهم. لكن نحن الآن أمام تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا حول انهيار السد، فإلى أي مدى تشير صوابع الاتهام؟ إلى أي طرف من الطرفين برأيك؟ بداية الكل مجمع، الخبراء الحياديين بالذات، أن هذا الفعل تم بفعل تفجيرات وضعت في أماكن خاصة هندسيا تستطيع فعلا أن تحدث هذا الشرخ في هذا السد. فبالتالي هناك اتفاق، لا يوجد يعني اختلاف في ذلك، وأيضا لا توجد أي أدلة من أي طرف أن هناك صواريخ أو قاذفات أصابت هذا المكان. فبالتالي الآن السؤال الأصعب، من المتسبب؟ بالتأكيد أوكرانيا ترفض أي رواية روسية وتقول أن هذا السد منذ بداية العملية أو الحرب العدوانية على أوكرانيا تحت سيطرة الروس، والروس في هذه المنطقة يعلموا أن هذه النقطة الأضعف لديهم في الحرب، وبالتالي هم متواجدين فيها ولديهم رقابة شديدة عليها، وهم أيضا يتوقعوا استخدام السد بشكل أو آخر سواء لتعرضه للقذائف أو حتى لفرق يعني رصد تدخل لهذه المنطقة بشكل أو آخر. فبالتالي الرواية الأوكرانية تؤكد ولا زالت أن المستفيد أو القادر على تفجير مثل هذا السد بهذه الكميات الضخمة وحرية الحركة وسلاستها هو فقط الجانب الروسي. نعم، إذا نحن ربما أمام امتداد للعمليات العسكرية بهذه الاستهدافات للمناطق الاستراتيجية، ربما أيضا أن يتجه الأمر خاصة بأن روسيا وأوكرانيا تمتلك مواقع استراتيجية وفيها بعض أيضا المحطات النووية، ربما نرى هجوما على هذه المناطق يؤدي إلى كارثة أوسع من كارثة السد. دكتور عماد، بالتأكيد أوافقكم الرأي، أنا هذا ما ذكرته يعني عبر أيضا القاهرة الإخبارية قبل يومين تقريبا، أنه ماذا لو كان هناك سواء بفعل غير مقصود أو بفعل مقصود، ماذا لو كانت الكارثة في إحدى محطات الطاقة النووية؟ هذا الضرر سيكون عالمي بامتياز، وسيكون حتى يصل إلى كل العالم، ليس بالإشعاعات، سيصل في تبعاته، لأن المنطقة مناطق زراعية الحقول الأوكرانية وحتى ستصل إلى بعض المناطق الروسية، ولكن التضرر بالإشعاعات قد يصل إلى بعض مناطق أوروبا، والتضرر الغذائي سيصل إلى كل دول العالم. فبالتالي لابد للعقلاء في العالم أن يكون لهم حراك، وهذا ما كنا نتمناه حقيقة قبل الحرب عندما كانت هناك إرهاصات. نعم كانت هناك دول
أو جهات تدعم وقوع واندلاع هذه الحرب، ويعني سحب رجل روسيا للوقوع في هذا الشرك. وروسيا للأسف لم تنجح في إدارة ملف الخلاف مع أوكرانيا، لم يعني تتوافق معها وأصرت على فرض شروطها والتي اعتبرتها أوكرانيا إملاءات. لو رجعنا إلى الخلف وكان العقلاء لهم حراك بالتأكيد لن نرى كل هذه المآسي، لكن لا يعني ذلك أن يتوقف وتتوقف الدول الوسيطة. ونحن ننتظر اللجنة الإفريقية والتي ستشارك بها مصر وشارك فيها الرئيس المصري، وبإذن الله وتم التطرق لها في الكوميسا بالأمس بأن هناك سيكون مساعي إفريقية من أجل إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد أبو رب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، شكرا جزيلا لك.